Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi amarana bi syukril walidain wal ihsani ilayhima wa hasana ala adina birrihima asdina il ma'ruf ila dahima wa natabana ila khafdil janahi minar rahmati lahuma ihdama wa ikbara wa astana bidarahum ya alayhima kama rabbayana sighara. Allahumma farham walidina, Allahumma farham walidina, اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارض عنهم رضا تحل بي عليهم جوامع رضوانك ومواطن عفوك وغفرانك وتحلهم به دارك وامانك واتر بي عليهم لطائف برك احسانك واغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف اوزارهم وسيئ اسرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها المتجن في قبورهم وتأمنهم بها يوم الفزع عند نشرهم. اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا لنا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغرنا متعطفين. اللهم وفق لهم ذلك المد الذي أشربته قلوبهم والهنانة التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي شغلت به جوارحهم. اشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيئ لهم ذلك الإجهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين ورانا فينا راعين. أفضل ما جزيت به سعاة المصلحين والرعاة الناصحين. اللهم برهم أطلب ما كانوا يبروننا وانظر إليهم بعين الرحمة وانظر إليهم بعين الرحمة وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا. اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربي بيدك ليستغلوا به في حق تربيتنا وتجاوز عنهم ما قصروا به من حق خدمتك بما آثرونا به في حق خدمتك واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا ولا تأخذهم بما تمتهم إلى الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا. نتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوها فيما اجترحوا لنا وسعوا علينا. والطف بهم في مضاجع البلاد لطفا يزيد على لطفهم في ايام حياتهم بنا. اللهم وما هديتنا لنا له من الطاعات يسرته لنا من الحسنات وفقتنا له من القربات. نسألك اللهم أن تجعل لهم منها حظا ونصيبا وما اقترفنا من السيئات اكتسبنا من الخطيئات وتحملنا من التبعات فلا تلحقهم منا بذلك حظا ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا. اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة. اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم ولا تحملهم من أوزارنا ما ينؤهم ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات بما نهتس من المخزيات ونأتي من المنكرات. فسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إلى سر أهل الصلاة في أبناء الصلاة ولا تقفهم منا على موقف تنضاه بما نجتره من سوء الاجتراح. اللهم وما تلونا من تلاوة وزكيتها وما صلينا من صلاة فتقبلها وعملنا من أعمال صالحة فرددها وتصدقنا من صدقة فنميتها. نسألك اللهم أن تجعل حظا منها أكبر من حظوظنا
وقسما منا أجزل من أقسامنا وسامهم من سببها أوثر من سهامنا فإنك وصيتنا برهم ونتبتنا إلى شكرهم وأنت أولى بالبر من البار وعقوا بالوصل من المأمورين اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد وأسمعهم منا أطيب النداء يوم التنادى واجعلهم بنا من أخبة الآباء بالأولاد حتى تجمعنا أيهم المسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.